فحنا ننتظر الحين اي عرض يجي، انا ما عندي مشكلة. طيب اليوم جايب لكم مهنة لاعب. في الحلقة اللي فاتت من مهنة لاعب قدرنا نفوز على فيا ريال في دور 32 وتأهلنا الحمد لله، فزنا عليهم 2-1 وتأهلنا إلى دور 16 وبنقابل سوسيداد. وفي سؤال جاني كثير، شلون في اثنين سوسيداد؟ اللي أنا باري هذا خوينا اللي تعرفونه، الثاني اسمه ريال سوسيداد بي، فهمتوا؟ يعني يكون فريق ثاني، فهمتوا؟ فأنا أشوف في ناس كثير سألوا ومفروض تكون معلومة مرة عليكم، يعني هذا يعتبر الفريق الرديف لريال سوسيداد، عشان كذا في اثنين ريال سوسيداد. بس من سوء حظنا احنا طحنا في الأقوية، يعني ريال سوسيداد الأساسيين يعني. فاليوم نلعب ضدهم، زائد بقدم طلب انتقال. خلاص بنقدم طلب انتقال الحين قبل ما ندخل، لأن باقي يومين تخلص الانتقالات وأنا أبغى أطلب طلب انتقال بعد ما تخلص الانتقالات، فهمتوا؟ يعني أبي تجيني عروض بعد ما أخلص الانتقالات عشان ما أنتقل للموسم الجاي. يعني أضمن فريق بيكون معي 6 شهور عشان يكون عندي وقت ما أنشب نفس أيام الهلال، تذكرون؟ بليالا جاني عرض يعني من مايوركا أقصد، وليس مايوركا. أوكي قبل ما نبدأ باللعب وهذه الأشياء، لا تنسى تضيفني في تويتش، حسابي موجود تحت في الديسكريبشن، وخلونا نبدأ الحين بمباراة ريال سوسيداد. بتكون مباراة قوية الصراحة، فيما تطلع المتطلبات ونقراها. سو سبسكرايب، لازم يا عيال تسوون سبسكرايب للقناة، في ناس كثير يتابعون ولا يسوون اشتراك، نسبة كبيرة حول 40%، فانت سوي اشتراك يعني بما انك تتابعني. اوكي يقول لك نبغى تمريرة حاسمة، معدل استحواذ 55.7%. اوكي شوفوا، انا جلدت فيا ريال، والله يمديني اجلد يا سوسيداد، والله يمديني نلعب على المرتدات، هذا نظامنا. شوفوا بقعد قدام، فهمتوا؟ انظار الجميع مسلطة عليه اليوم في الملعب، امر طبيعي بان يكون هناك لاعب مميز. خطيرة يا اخوي، اترك السوالف عني، اتركها. والدفاع وشو؟ الدفاع مفهي يعني، يا سوسيداد ضربنا بالاول. اوكي على عكس مباراة فياريال اللي احنا سجلنا في البداية. كتب كورة عالية، وش اللي من رجلة يمسكها؟ ها هنا هنا هنا، انقلها هناك، توصل بسرعة فوق. لا فوق مو بكذا، انت تلعبها فوق للمدافع، هذه مو فوق لي. يلا نطلع من دور 16، والله فشيله. تكفى، لا شكل مشوارنا بنتي في دور 16. اوكي لقمنا هدفين في 20 دقيقة، معقولة يا شباب استسلمتوا؟ مستواكم لين دور 16 بس؟ تكفون يا عيال، والله يمدينا. هنا 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 بسرعة. لا عاد الثالث، والله فضيحة ذي. اوكي يا لازم نسجل قبل ما ينتهي الشوط، والله بس انهم ما يقطعونها من الاساس. واو 3 اهداف. لا يا عيال، والله ما توقعت في السيناريو، والله متوقع على الاقل بقدر اجاريهم نفس فيا ريال. مو معقول 3 اهداف في 29 دقيقة، يعني كل 10 دقائق يعطونا هدف. اوه يلا احاول اقدم كل اللي اقدر عليه. اوكي هنا شفتوا الغباء؟ عنده هنا يروح يناول هناك. المشكلة جالسة أحاول أطبق خطة المرتدات بس العيال ما في المود الظاهر. حاول أقعد هنا فهمتوا بين المدافعين واركض. أوكي اقطعوها بس صعب يلعب كرة عالية لي. صعب. ممكن الحين؟ حلو المدافع بتكذب. وش طيحها؟ وشو؟ ما في شيء. لعبها على طول ابو جزم سرقه. حلو يرجعها لي، يعطيك العافيه. ارفع يا اخوي، ارفع زين. شوف بيصفر. اوكي وشو 3-0؟ والله شكلنا عيال ودعنا. ولا تركيز بسم الله. دينا شوط ثاني، لو سجلنا بدري بيكون في امل نسجل هدفين. اسمع الجمهور يشجعون، والله ما فرقت، ما عندهم طموح، يعني فريق ما عنده طموح اللي انا معه. اوكي كويس كرة عالية. اخلص يا اخي، المدافعين مو معقول سرعتهم. صح عليك، يا سلام روح خذ الكرة. وش اللي هدي؟ خسران فشلنا، مو معقول استسلمتوا. ضغط كرة عالية، اخلص. شوفوا والله طلبتها يا عيال، شوفوا بس ما ناولها. لا يسجلون الرابع ويقتلون املنا من جد، خطيرة. صح عليك، مرتدة خلص. هذه جول، هذا المطلوب.
هذا المطلوب، هذه الريمونتادا. كفو كفو كفو، سجلت هدفين بنفس الطريقة. البلايستيشن يستغل التسديدات، انا استغل الركض. ضايقهم بس في مكانهم. اوكي وش في لاعب يركض على قدام؟ تخيل وسجل هاتريك. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. اوكي الله لي. اوكي ارفع هناك قدام راسك. حلو، ثاني محاولة اضيعها. اوكي كرة عالية، ها كرة عالية كرة عالية. وهو بنشب لي الحارس، ثلاث محاولات. مركز جديد الاس، اوه غير التشكيلة، معناته صار يلعب اثنين ستي. تكفى اركض، والله الدفاع اسرع مني بكثير، مو معقول. اوه حلو حلو، انقلها هناك، ادخل عمق. يا اخي وش ذي؟ فاول، والله فاول قبل شوي. مبروك الخسارة يا عيال. ركنية 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 ركنية، في وقت في وقت في وقت. تكفى راسك راسك، جول جول. تكفى طلعنا طلعنا، ما قصرنا يعني، حاولنا هجمنا. يلا ما عليه ما عليه، ها شوفوا جمهورنا يصفق لنا، يعني ترى شيء كويس بالنسبة لهذا الفريق. توقعت اني بوصل نصف نهاية على الأقل، خصوصا طلعوا كل الأندية القوية. بس يلا الشوط الثاني كان لنا، بس الشوط الأول للأسف جت ثلاث أهداف ورا بعض، أصلا قتلتنا قتل، ولا زالت الأندية القوية جالسة تطلع. بيتيس طلع، يلا يلا ما عليه ما عليه، هارد لك شباب هارد لك. طيب الحين أنا قدمت طلب انتقال، إيه شوفوا طلب انتقال الخاص بك. رجعنا للدوري، إحنا متصدرين بفارق 10 نقاط، شيء كويس مرة هذا في الدوري. ترفض طلب انتقال؟ أقول وافق وافق، ما راح ألعب مباراة لين يوافق. حلو، قبل عرض الانتقال، الحين وشو نكمل معهم، وكنا الوضع عادي فهمتوا، بس اني في قائمه الانتقال ناخذنا تدريب. اوكي اتوقع اني بلعب هذه ولا، لانه هو المركز الثاني، احنا بنباري المركز الثاني لو تلاحظون، ضد المركز الثاني، واصلا احنا متصدرين فارق مره كويس، فما عندنا مشكله، فخلنا نبدا. قد تتسبب هذه في مشاكل دفاعات الخصم، فرصه هدف الان في دقيقه واحده كوقت بدل ضائع. بيلعب الكره، الكره في المرمى، فعلوها. اوكي مثل ما شفتوا لعبت مباراه فزت 3-0، يعني كانت مباراه ممله شوي عشان كذا اختصرتها لكم. فحنا ننتظر الحين اي عرض يجي، انا ما عندي مشكله. بروسيا بروسيا دورتموند، تعال تعال لي تعال لي. انا سعيد ان تمكنا من الوصول الى اتفاق لانتقالك الى بروسيا دورتموند، سيحدث انتقالك حالما تبدا فتره الانتقال، يعني يا عيال الموسم الجاي تلقائيا على طول بروح لدورتموند، فبسوي سكيب لبعض المباريات، يعني خصوصا ان متصدرين بفارق اتوقع 13 نقطه شيء زي كذا، لان الموسم ما بقى فيه الا مباريات الدوري، فما باخذ فيها وقت. فزنا 4-2، ودي اوقف واخذ تدريب. اوه عندي مباراه المانيا، مختارني والله مختارني يا عيال، ضد المانيا نلعب ودية دولية ضد المانيا. اوه انا ما العب بديل، حلو حلو، بيدخلني الدقيقة 77، 0-0 النتيجة. خلونا نبدا نغير الجو فهمتوا، لان اغلب مباراة الدوري الصراحة والله تطفش. فالحين عندنا عقد مع دورتموند، وعندنا مباراة مع فرنسا، يعني طلع عوار ودخلني. دقيقة وين بلعب انا اجل؟ مدام بدل عوار دخلني. بسم الله نبدا ضد المانيا، بحاول اسجل، ما ادري انا اذا قد سجلت مع المنتخب او لا. اوكي ناول وغلط ناول غلط، الكرة معي كرة معي، شوف شوف المهارات شوف المهارات، مستقبل كبير لمنتخب فرنسا. اوكي اوكي شوت، اوه حلوة والله حلوة، يتمنى هدف فارس عوض، شكل المباراة بيض. 0-0 لين دقيقة 77، ابشر والله انا بسجل عشانك بس يا فارس عوض، الحين انا خاف نلقم. كفو ديمبلي، هذا ديمبلي، اركض 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 ديمبلي، فهمني هنا كرة جول، عطيت اسيست عطيت اسيست، لازم يكون لي بصمه مع فرنسا يا عيال. جول مارسيال، ما شاء الله الهجوم ديمبلي ومارسيال، عز الله فلحتوا يا يعني فرنسا تستهبلون. مركز جديد ال دبليو، لو لاحظتوا قبل شوي طلع يعني تحت، مركز الجديد ال دبليو بيكون. اوكي وي يصبر، اوكي اركض 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 اركض، تكفى ايه كيميتش بطيء كيميتش بطيء كيميتش بطيء، اضرب الالمان اضرب الالمان، نعم هدي من جد هد، يعني دخلت وقلبت النتيجه، وش تبون؟ مو بقلبت فوز فريقنا، مو بقلبت النتيجه. الاهداف هذه اهديها لبروسيا دورتموند، لان الفريق اللي وقعت معه. 1-2 طقطق عليهم شوي، طقطق عليهم المانيا يا رجال، هطوف. اوكي واحد عدي، اوكي ها لعب عليه،
تعب عليه مارسيال. اوه فاول الحكم شكله الماني شكله يشرب ذيك حقتهم عرفتوها اللي فيها رغوه. حلو هنا بالله هدي تبيها تعال خذها. اوكي لا كنسل خلاص جا كروس بسرعه مدري ويرنر ذا. يا سلام يا سلام اوه كوبري تكفى مارسيال والله بيها المارسيال. اوكي بالله هنا يا سلام خذ رجع رجع ولو كنت بشوت لو رجعت ديمبلي بس يلا ما عليه خلاص بيصفر الحكم تقريبا بس بحاول اسجل هدف ثاني انا. كم بيحط دقيقه الحكم حط دقيقه ما ادري اذا يمدي ولا لا يمدي تتوقعني يمدي اسجل والله حلوه بس يعني انقطع تتوقع ان الحكم بيصفر واكتفي باسيست وهدف واحد. اوكي والله جميله في امل اني اسجل. روديجير حلوه مارسيال الله اعطيت اسيست اعطينا اسيست كفو من مارسيال مبدع والله مارسيال اثنين اسيست وهدف اول ما دخلت مباراه وديه بس انها لها شيء اسطوري. الجمهور الفرنسي ان شاء الله بيحبني الحين. جمهور مايوركا يقولون وين ذا الاهداف كاس الملك عاد والله سجلت لكم هدفين حاولت والله حاولت الله على الروح الرياضيه كفو. غلب فرنسا خصمه 3-0 ولا حطوني هذا وانا مسجل لكم هدف ومعطي اثنين اسيست حاطين مبابي وفاران. اوكي بدينا نقرب من نهايه الدوري اتوقع باقي 4 جولات وحنا متصدرين فارق يعني تقريبا نقطه واحده بس فايتتنا جوله. طبعا انا يعني بختصر الموضوع لكم وحنا اصلا متاهلين وانا بترك هذا الفريق بروح لدورتموند يعني من الاساس. حلو شوفوا انا لعبت 41 مباراه بس تخيلوا وانتهت المباريات اللي في الدوري. يا شوفوا الجلتش الغبي كل اللي في الترتيب لاعبين 42 الا حنا ومين ولاس بالماس. شوفوا صارت لخبطه بس على العموم حنا تاهلنا يعني وخلاص هذه وداعية. طبعا انا اخذت هداف الدوري لعبت 38 سجلت 37 في اهداف كانت في المحاكاة وفي اهداف انا سجلتها مستوى 25 اتوقع ان هذا اخر مستوى تقدر توصله في الكارير. ما تحسونه بسرعة والله شوفوا ليفل 25 اعلى شيء. بروسيا دورتموند ها نعم شوفوا طلع الدوري الالماني الله وصلنا عندنا نهائي معطيني رقم 14 اوه يا هالند موجود 94 يا ساتر ماني مسوي اي شيء ولا اني معدل الرقم ولا اي شيء فهمتوا بنخلي كل شيء في الحلقه الجايه عشان تكون كانها بدايه. الحمد لله انتقلنا الى اوروبا يعني ما يحتاج شوفوا هذول بيلعبون برضو كاس السوبر يعني الحلقه الجايه عندنا كاس السوبر الالماني فخلكم جاهزين للحقبه الجديده في هذه السلسله اللي هي حقبه اوروبا. الحين خلاص باقي موسمين على كاس عالم فبس هذا اللي كان عندي. متسلك الاشتراك مع السلامه.